تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح الصحة، وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. نرحب بكم دائما في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أحب أني أرحب بفريق العمل معايا، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق، ونقول الحمد لله على السلامة، الأستاذ نمر محمد. وأيضا مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ودائما فقرة الأخبار العالمية والمحلية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان دراسة عن اكتشاف لقاح واعد لبعض مرضى السكري، وفقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي معنا اليوم بتكون الأخت أسماء الجناحي، بتعطينا المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. أما فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان أهمية الألياف الغذائية ومصادرها، وبتكون معايا عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذة ريناد إبراهيم، وحديثنا عن الألياف الغذائية ومصادرها، وسواء كانت في الخضروات أو الفواكه، وأيضا القيمة الغذائية والقيمة الصحية العالية في الألياف، وأيضا حديثنا بيكون معها عن بعض الدراسات، بنستعرض بعض الدراسات والأبحاث اللي تتحدث عن فائدة الألياف الغذائية ومصادرها. وفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، وحديثنا اليوم مع الدكتور مهدي حبيب أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي عن خدمات هيئة الصحة بدبي على مدار الساعة. هاي فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، أرحب دائما بتواصلكم معنا خلال الساعة على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور تروح يا عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك اختي اسماء بالنور والعافيه، ويوم ان شاء الله موفق بدايه الاسبوع، وشو بتعطينا من مستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ علاقه تقريبا من الاشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، وكنا حاطين رساله مهمه لجميع اولياء الامور للي عندهم تطعيم اليافعي من عمر 12 الى 15 سنه. الرسالة هي تقول: ندعو أولياء الأمور الكرام بالتواجد مع أبنائهم عند الحصول على خدمة تطعيم كوفيد-19 في المستشفيات والمراكز الصحية. المتطلبات الأساسية للتطعيم هي حضور ولي الأمر مع الأبن أو الأبنة للتوقيع في سجل التطعيم، إحضار الهوية للمواطنين، إحضار الهوية وصورة عن الإقامة للأخوة المقيمين. وايد مهم أخوي عبد الله أن أولياء الأمور يكونوا موجودين مع عيالهم عند تلقي اللقاح، وحتى لإنهاء من الإجراءات المطلوبة لأخذ اللقاح. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في عطلة نهاية الأسبوع ونحن مستمرين في مشاركتنا
في حملتنا أفضل هدية إنقاذ حياة، وكنا موجودين يوم أمس السبت في منطقة بلو ووتر، وهذا طبعا بالتعاون مع دبي القابضة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا مركزين عليه الفحوصات الرئيسية، 10 فحوصات دورية أساسية للنساء من عمر 18 سنة إلى عمر 65 سنة. شو هي الأشياء اللي هم يحتاجون يسوونها من الفحوصات الدورية اللازمة حسب الفئة العمرية؟ كل فئة عمرية فيها فحوصات مهمة أنهم يسوونها حسب الفئة. أيضا نحن مستمرين أن نحن نجاوب على الأسئلة المتعلقة بقناة التواصل الاجتماعي. دائما يسألوننا هل ممكن الحضور بدون موعد؟ جميع مراكز هيئة الصحة هي من خلال المواعيد المسبقة، مو بس لخدمات التطعيم، أيضا لخدمات الأخرى مثل طب الأسرة وغيرها. الأشخاص يسألون شو لازم نسوي في حال ظهرت أعراض جانبية، ممكن التواصل إذا كانت استمرت أكثر من الفترة من أسبوع، ممكن أنهم يتواصلون مع طبيب لكل مواطن لأخذ الاستشارة الطبية مع الطبيب. تقريبا هاي الأشياء الرئيسية الأساسية اللي كانوا يسألون في قنوات التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله يعني أي ملاحظات ممكن يتواصلون معنا مباشرة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا قنوات التواصل الأخرى مثل 8342 وبريد إلكتروني info@dha.gov.ae، ونحن موجودين دائما على مدار الساعة نجاوب على استفساراتهم. تقريبا هالأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة وأسبوع مميز وصحي. أتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء بما يخص موضوع لقاح الأطفال الأعمار من بين 12 إلى 15 سنة، هناك بعض الإجراءات الضرورية التي تم وضعها مثل ما ذكرت أسماء بأهمية تواجد أولياء الأمور مع الأطفال وقت حضور أو أخذ اللقاح، وهناك أيضا بعض الأمور التي يجب أيضا يعني إحضارها اللي هي يعني حضور ولي الأمر والهوية الإماراتية والهوية الإماراتية وصورة عن الإقامة للأخوة أو أخواننا المقيمين في إمارة دبي. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء عن أهمية الألياف الغذائية ومصادرها مع أخصائية التغذية، بتكون معايا عبر الهاتف الأستاذ رناد إبراهيم عبد الكريم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم، سهلا ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وإلى أهمية الألياف الغذائية ومصادرها. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء، من المعروف أن الألياف الغذائية الموجودة وبشكل رئيسي في الفاكهة والفواكه والخضروات وأيضا في الحبوب الكاملة والبقوليات لها القدرة الكبيرة الحقيقة في تعزيز الصحة العامة للأشخاص الذين يحرصون دائما على تناول الخضروات والفواكه. وكما أن من المعروف أيضا أهمية الألياف في تعزيز المناعة للإنسان. للمعرفة أو الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع يشرفني أن تكون معايا عبر الهاتف الأستاذة ريناد إبراهيم عبد الكريم أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي للحديث عن أهمية الألياف الغذائية ومصادرها. الأستاذة ريناد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. الله يحييك، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. أستاذ ريناد، لو نتحدث معك عن الألياف الغذائية ومصادرها، سواء كانت مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا كانت في الخضروات أو الفواكه أو غير ذلك.
تمام. طبعا هو من المعروف أنه دائما الخضروات والفواكه غنية بالألياف، بس إحنا لازم حاليا نعرف شو هي الألياف الغذائية. صحيح. الألياف الغذائية هي تعتبر منجم غذائي غني بالعديد من الفوائد، وتؤدي الألياف وظيفة مهمة في المحافظة على صحة وسلامة الجهاز الهضمي في المقام الأول، وأيضا تسهم في الوقاية في بعض الأمراض المزمنة من ضمنها أمراض القلب، وتقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم وخفض الدهون، وبالتالي الوقاية من السمنة، وإضافة إلى فوائد صحية أخرى سنذكرها لاحقا. ففي المقابل عندما يكون هناك نقص في الألياف أو غيابها عن النظام الغذائي، فبالتالي ستؤدي إلى آثار سلبية باضطرابات عدة على صحة الإنسان العامة. فمن المهم جدا الحرص على تناول الأغذية الغنية بالألياف ووجودها دائما على مائدة الطعام. طيب، شو هي الألياف الغذائية؟ تشمل الألياف الغذائية على أجزاء الأطعمة النباتية التي لا يستطيع الجسم هضمها أو امتصاصها، وهي على عكس المكونات الأخرى للطعام، يعني مثل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات التي يفتتها الجسم ويمتصها، فلا يمكن للجسم هضم الألياف. وبذلك هذه الألياف تمر عبر المعدة بسهولة ومن دون أي تغيير فيها، فتمر من الأمعاء الدقيقة إلى أن تصل إلى القولون، ومن ثم تخرج مع الفضلات دون أن يطرأ عليها أي تغيير. تمام. وهناك أيضا أنواع من الألياف عادة نذكرها، أنه في عندنا ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان. الألياف القابلة للذوبان هي الألياف التي تذوب في الماء، فتكون مادة شبيهة بالهلام، وهي المادة بتساعد على تقليل مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم والتحكم بمستوى السكر الدم. من ضمنها الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان في الماء، من ضمنها الفاصوليا، البقوليات كالعدس والحمص والفول، وأيضا بعض الفاكهة مثل التفاح والموز والكرز، بعض الخضروات مثل الجزر والحمضيات أيضا، والشعير وبذور الكتان. هذا النوع الأول اللي هو الألياف القابلة للذوبان. النوع الثاني اللي هي الألياف الغير قابلة للذوبان، وهي ألياف ما بتذوب في المي، وهي هاي اللي بتساعد على تسهيل حركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، وما يقلل من الإصابة بالإمساك. أغلب الأشخاص الذين يعانون من الإمساك دائما ننصحهم بتناول الألياف الغير قابلة للذوبان، أو الذي يكون عندهم صعوبة في الخروج. نعم. مثل ومن ضمنها الأطعمة مثل الطحين الذي يكون كامل القمح أو الحبوب الكاملة الغنية بالنخالة، المكسرات والكثير من قشور الخضار والفاكهة. تمام. فهي نبذة عامة عن الألياف وأنواع الألياف. نعم، طبعا مثل ما ذكرتي أستاذة رينات بأن يعني أهمية الألياف والحرص مثل ما ذكرتي على أن نحن يعني نحرص بأن سواء يعني الخضروات أو الفواكه أو الوجبات اللي ناكلها خلال اليوم لابد أنها تكون فيها بعض الأشياء اللي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، ونحن دائما نقول أن يعني التوازن في الوجبات اليومية ضرورية بحيث أن الجسم يأخذ كل العناصر الغذائية اللي يحتاجها. أستاذة ريناد، لو نتحدث عن أيضا ذكرتي أنت أهمية الألياف، وذكرتي أيضا يعني مصادرها المختلفة، وذكرتي أيضا أهمية لجسم الإنسان، فلو نتحدث شوية يعني عن الدراسات والبحوث يعني اللي تتحدث عن يعني دور الألياف في مكافحة الكثير من الأمراض. طبعا يعني هناك الكثير من الأمراض أيضا السرطان اللي من خلال يعني حرص الشخص على تناول الوجبات اللي فيها نسبة الألياف كثيرة ممكن أنها تساعد أيضا إلى شفاء بعض الحالات، لو نتحدث في هذا الجانب. صحيح. الألياف مثل ما ذكرنا هي لها جانب مهم من ناحية الأمراض المزمنة ومن ضمنها بعض السرطانات. هلا بالنسبة للألياف، أكثر شيء ممكن تقلل عنا الإصابة بسرطان القولون، فهي مثل ما ذكرت هي بتحافظ على صحة الأمعاء، فلما ناخذ ألياف كاملة بنظامنا الغذائي يكون، فأول شيء راح تحمينا من الإصابة بسرطان القولون، وأيضا هاي من ضمن السرطانات. نعم. من ضمن الكوليسترول مثل ما ذكرت هي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وخاصة الكوليسترول الضار الذي يكون في الدم، وأيضا على التحكم في مستويات السكر في الدم، فبالتالي بتقلل من إصابة الشخص للسكري،
والأشخاص المصابين بداء السكر تساعد يعني على خفض مستوى السكر في الدم. وأيضا من المهم جدا اللي هو المساعدة على الوصول إلى وزن صحي، صحيح. لأنه الألياف تميل إلى أن تكون مشبعة أكثر من الأطعمة قليلة الألياف، فتشعر الشخص بالشبع لفترة أطول، وأيضا هي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، فبالتالي يعني ممكن تناول صحن كامل مثلا من السلطة أو من الخضروات أو الفاكهة، وبنفس الوقت عدم الحصول على سعرات حرارية عالية. وهي بشكل عام تساعد على العيش لفترة أطول، مثل ما ذكرت أنها يعني ممكن تحمينا من الخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع أنواع أمراض السرطانات، وخاصة سرطان القولون. صحيح. أستاذة ريناد، أنت ذكرتي الحقيقة يعني جانب مهم جدا، بأن يعني الحرص على أن نحن دائما نحرص بأن في وجباتنا اليومية، سواء إذا كانت يعني وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، بأن تحتوي على يعني أغذية فيها نسبة كبيرة من الألياف. فكيف ممكن يعني نحن نجعل أستاذة ريناد يعني هاي الثقافة عندنا، بحيث أن يعني وجباتنا اليومية تكون فيها يعني نسبة كبيرة من الألياف؟ أكيد. هلا ممكن نضيف إحنا الألياف على النظام الغذائي في الوجبات الرئيسية أو حتى في الوجبات الخفيفة. أولا ممكن نبدأ يومنا بتناول الألياف في وجبة الإفطار، فممكن ناخذ الحبوب الكاملة القمح مثل الكورن فليكس الذي يحتوي على النخالة أو الشوفان، وأيضا ممكن الأخذ الخبز الأسمر أو خبز النخالة، يعني يجب أن يكون مكتوب عليه كامل القمح أو يحتوي على النخالة. فهي مثلا كأمثلة على مثلا وجبة الإفطار أو كيف نزيدها في وجبة الإفطار. من المهم جدا أيضا الإضافة إلى المخبوزات، مثلا في الطحين أو في الدقيق، مثلا عندما يتم عمل المخبوزات ممكن إضافة الطحين الأسمر أو الألياف الغذائية أو نخالة القمح أو الشوفان مثلا إلى الخبز أو الفطائر أو البسكويت والكعك. تمام. وأيضا ممكن وضع البقوليات في ضمن نظامنا الغذائي مثل الفاصوليا، الحمص، العدس، أيضا تكون متواجدة في وجبة الغداء أو مثلا في وجبة العشاء. وأيضا مهم أكيد تناول الفواكه والخضروات، أن تكون صحن السلطة موجود دائما في وجبة الغداء وفي وجبة العشاء، وأيضا تناول الفواكه ضمن كوجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية. فهي بعض الشغلات ممكن احنا نضيف منها. وفي عنا بعض السناكات اللي هي مثل البشار مثلا يحتوي على ألياف عالية، مثل الفواكه المجففة، المشمش المجفف، التين المجفف، الزبيب، هي أيضا تحتوي على الألياف وأيضا تعتبر وجبات خفيفة صحية. نعم. أستاذة ريناد، عندنا سؤال من أحد المستمعين لبرنامج صحة وسعادة، تذكر بأن يعني هي من الأشخاص اللي ما تأكل اللحوم الحمراء، فهل تقول ممكن أن يتم تعويض الألياف اللي موجودة في اللحوم الحمراء في من يعني الخضروات أو الفواكه أو البروتينات الثانية أو اللحوم البيضاء؟ هلا اللحوم الحمراء او الدجاج او السمك هي بالعاده تحتوي على البروتين ولا تحتوي على الالياف. الالياف بالعاده تتواجد في الخضروات والفاكهه وايضا البقوليات والمكسرات. فهلا البقوليات والمكسرات هي ايضا مصدر غذائي للبروتين، يعني فاذا هي يعني لا تحب تناول اللحوم الحمراء فممكن استبدالها في البقوليات، وبالتالي تحصل على الألياف أيضا من البقوليات مثل العدس، الحمص، الفول، صحيح. الفاصوليا البيضاء أو الفاصوليا الحمراء، فممكن تستبدلها بالبقوليات وبالتالي أيضا تكون حصلت على الألياف من ضمنها. نعم. ومثل ما ذكرتي أستاذ ريناد بأن يعني مصادر الألياف اللي ممكن يعني الشخص يحصل عليها في الخضروات والفواكه نسبتها أكثر من اللحوم، سواء إذا كانت اللحوم بيضاء أو حمراء. أكيد هي الألياف عادة تكون متواجدة في الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات، وأيضا طبعا بعض الأطعمة اللي بيكون مضاف عليها مثلا النخالة أو كاملة القمح أو الشوفان، هاي كلها بتكون تحتوي على الألياف يعني الغذائية.
صحيح أستاذ ريناد، يعني دائما نحن نقول التوازن في الوجبات الغذائية ضرورية، على أساس أن الإنسان يعني يحصل كل العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم. ودائما أيضا ننصح بأن يعني كثرة الأشياء في بعض الأوقات تضر أيضا الجسم. فإذا أكيد تحدثنا عن الألياف، هل كثرة الألياف أو يعني أخذ نسبة كبيرة من الألياف خلال اليوم الواحد يضر؟ إذا لا، ما هي النسبة المعتدلة والطبيعية اللي ممكن الأستاذ أو عفوا الإنسان ياخذ فيها حصته من الألياف خلال اليوم؟ أكيد. هلا الأطعمة الغنية بالألياف هي مثل ما ذكرنا هي مفيدة جدا، بس دائما كل إشي حيزيد عن الحد الطبيعي ممكن يكون في له آثار جانبية. فإذا صحيح ضفنا الكثير من الألياف في وقت قصير يعني إلى النظام الغذائي، ممكن يعمل زيادة في الغازات المعوية وانتفاخ في البطن وأيضا التقلصات. فمن المهم أن يكون عندنا الألياف في الكمية التي يحتاجها الشخص، وهي يوصى دائما في للرجال أن يتناولون من 35 إلى 38 جرام من الألياف في اليوم، وللنساء تقريبا من 25 إلى 28 جرام من الألياف خلال اليوم. نعم وأيضا مهم جدا على شرب كميات وفيرة من المي، لأن الألياف بتحقق أفضل فوائد لها عندما تمتص الماء، يعني هي اللي بتعمل الخروج عنها يكون لين ومتكتل، وبالتالي يكون أفضل للخروج من الجسم. نعم طبعا مثل ما ذكرتي استاذ ريناد، نحن دائما ننصح يعني ونضم صوتنا بصوتكم بان يعني نسبة السوائل اللي يحتاجها الانسان دائما يعني مهمة، وبالاخص خلال المرحلة الحالية وكثرة فوائد السوائل. ودائما نحن نقول عدم الخلط بين السوائل اللي نحن يعني نقصد فيها الماء والسوائل الاخرى اللي هي العصائر او يعني أكيد المشروبات الثانية. إحنا دائما بنرجح أصلا تناول الفواكه أفضل بكثير من تناول العصائر، لأن العصير بشكل عام لا يحتوي على أي ألياف غذائية. فدائما بننصحهم إنه دائما يستبدلوا العصائر بالفاكهة نفسها، يعني تناول الفاكهة نفسها تعتبر كقيمة غذائية أعلى وتحتوي على نسبة ألياف أعلى. صحيح. الأستاذة ريناد إبراهيم عبد الكريم، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، حديث جميل وشيق ومعلومات جميلة الحقيقة عن أهمية الألياف الغذائية ومصادرها للإنسان. شكرا جزيلا لك. العفو. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل وخدمات هيئة الصحة بدبي على مدار الساعة بيكون معايا ضيف الدكتور مهدي حبيب العبودي، وبنتحدث عن الخدمات أو خدمات هيئة الصحة بدبي على مدار الساعة. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا خلال البرنامج على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونكمل برنامجنا مستمعينا الأعزاء وموضوعنا عن خدمات هيئة الصحة بدبي على مدار الساعة. ويشرفني أن يكون معي عبر الهاتف الدكتور مهدي حبيب العبودي، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي ومن أيضا قطاع الرعاية الصحية الأولي. دكتور مهدي صباح الخير. كيف حالك عبد الله؟ مرحبا دكتور، الحمد لله بخير، كيف حالك؟ ويشرفني اليوم الحقيقة وجودك معايا دكتور، ونتحدث عن الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي. ودائما طبعا هاي الخدمات اللي ترفع مستوى جودتها، والخدمات المتكاملة اللي توفرها أيضا قطاع الرعاية الصحية الأولية والمراكز المنتشرة في إمارة دبي. شكرا لوجودك معايا دكتور مهدي اليوم، ونبغى الحقيقة يعني تعطينا نبذة عن مجموعة الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في المراكز الصحية الأولية بشكل عام، ومن بعدها بنركز أكثر على مركز ند الحمر الصحي إن شاء الله. وهذه النبذة ما بيكفي الوقت حق النبذة هذه إن شاء الله. شكلك دكتور وايد عندك معلومات.
لا ما شاء الله ترى الهيئة ما مقصرة، ومركز نادي الحمار والبرشة والمراكز الصحية تقدم خدمات كثيرة ترى. صحيح. فإن شاء الله إن شاء الله نحاول نحن نختصر قد ما نقدر ونقدم أهم النقاط عشان الناس تستفيد إن شاء الله. دكتور طبعا مثل ما ذكرت بأن يعني بشكل عام هيئة الصحة بدبي، ولكن اللي إحنا اليوم حديثنا عن المراكز الرعاية الصحية الأولية، فعلا هناك خدمات يعني متميزة وخدمات يعني شمولية وتخصصية، وهناك الحقيقة يعني نقلة نوعية بالنسبة للخدمات اللي يتم تقديمها خلال المراكز الصحية أو التابعة للرعاية الصحية الأولية. فأكيد دكتور نحن إن شاء الله يعني خلال الحلقة نحب نتحدث معاك اليوم في الوقت اللي مسموح لنا، ولكن أثق تماما إن شاء الله أن أيضا بنرتب حلقات ثانية للحديث عن الخدمات الأخرى إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل دكتور. فأولا نبغي نشكركم على الاستضافة، وهذا شرف لنا بعد، غير انك تقول احنا شرف لكم، شرف لنا احنا نتكلم معاكم. الله يسلمك دكتور. بشكل عام الخدمات الرئيسية اللي تقدمها المراكز الصحية الأولية في دبي، المراكز الصحية الأولية من مثلا المزهر ونادي الحمار والبرشة والمخول والعيادات الباقية، هاي سامحوني بعد إذا ما ذكرتهم بيقولوا يزعلون، يقول دكتور ما ذكرت أنت. خلنا نقول جميع المراكز الصحية اللي تابعة للقطاع الرعاية الصحية الأولية. فقدم أولا نقدم خدمات صحية أولية وأساسية، مثلا شخص يبغى يعمل فحوصات دم، شخص يبغى يعمل مثلا شعلة لسبب أو لآخر، شخص مثلا مصدع عنده سكر او مزتشم او في هالايام مثلا ايام الوباء عنده اعراض وهذا، فهي الخدمات اللي هي للفحص لهذه الامور هاي موجوده في معظم المراكز الصحيه الاوليه، وبخصوص مركز نادي الحمر والبرشه هاي الخدمات موجوده بشكل عام على مدار الساعه، يعني 24 ساعه في اليوم خدمات موجوده. صحيح. الخدمات هذه تندرج مثلا انت اليوم بغيت متزوج أخ عبد الله ولا بعدك؟ لا علاقة دكتور في الموضوع. ليش؟ لحرف مثلا تبغي تتزوج بس تبغي فحوصات زواج، وين بتروح أنت؟ تروح المراكز الصحية الأولية. أوكي. أي مركز من المراكز الصحية الأولية الموجودة في دبي بتقدم الخدمة هذه اللي هي فحوصات ما قبل الزواج. إذا متزوج الله يهنيك، وإذا ما تزوج إن شاء الله الله يزوجك. إن شاء الله. دكتور هاي الخدمات هل متوفرة اللي ذكرتها يعني بالنسبة للمقبلين على الزواج في جميع المراكز، ولا في عندكم يعني مجموعة؟ جميع المراكز. أوكي. جميع المراكز. جميل. مثلا الفحص السنوي، واحد يبغى يسوي تشيك أب فحص سنوي يطمن على صحته، هاي الخدمة موجودة في المراكز الصحية كلها. هذا كده أنا بسير أسويه. ها تعال نحن تكلمنا عن الموضوع مرة وما يت عندي انت بعدين. لا ان شاء الله اليوم دكتور تراني كلمتك يعني في هذا، قلت لك بي اليوم ان شاء الله بمر المركز. حياك انا موجود العصر ان شاء الله اليوم. ان شاء الله دكتور. والله دكتور يعني تفضل دكتور كمل. قول عادي. لا انا كان قصدي دكتور ان نحن يعني الحقيقه يعني يوم نسير المراكز الرعايه الصحيه الاوليه اللي ذكرتها يعني جميع المراكز، فعلا يعني نشوف اليوم يعني مو بس يعني ليس فقط يعني يعني طبيعه الخدمات الطبيه يعني ان صح التعبير، ايضا دكتور يعني المكان نفسه الحقيقه يعني يعتبر مكان شرح، مكان يعني مرتب بشكل جميل جدا، يعني ملموم مثل ما يقولون يعني صح التعبير، تحس ان في بيئه يعني اسره متكاملة. غير ذلك يعني اليوم يعني احنا قبل كنا نعرف بأن المراكز الرعاية الصحية الأولية اللي هو دائما فيها أطباء العائلة، ولكن اليوم أيضا دكتور عندكم انتو تخصصات ثانية، عندكم يعني أطباء استشاريين، عندكم تخصصات الأنف وأذن حنجرة، الأطفال، النساء والحوامل، فأصبحت هي اليوم المراكز هاي منظومة متكاملة للعلاج، بالإضافة إلى يعني هناك أخصائيين أو خبراء التغذية والتثقيف الصحي، فأصبحت يعني المراكز هاي منظومة شمولية متكاملة لإدارة حالة الإنسان، ليس فقط يعني علاج الدوائي وإنما إدارة حالته بجميع الأشياء اللي يحتاجها.
يعني هاي من خلال تجربتي أنا دكتور الشخصية الحقيقة، يعني يوم أراجع المراكز الصحية هاي التابعة للرعاية الصحية الأولية بالهيئة. أنت ذكرتي النقطة هي الرئيسية أنا كنت بقولها بعد ما شاء الله عليك، اللي هي نحن كمراكز صحية هي مراكز خدمة متكاملة. صحيح. وهو الأهم من الخدمة العلاجية هي الخدمة الوقائية. صحيح. طبعاً للأسف نحن اللي هي الخدمات الطبية الموجودة بشكل عام حول العالم، مو بس يعني في الإمارات عشان ما نظلم حد، حول العالم هي خدمات طبية علاجية، ونحن ننسى إن هو الوقاية خير من العلاج، فهي الخدمات الطبية الوقائية أهم من العلاجية. عسب الشخص ما يصل لمرحلة المرض وما يتعب وما يضطر يبدأ يأخذ أدوية وهذا وكذا ومضاعفات المرض، فهي خدمات الطبية الوقائية هاي منها اللي هي لازم يكون مركز صحي متكامل. صحيح. مثل ما ذكرت عندك أخصائي طب الأسرة وعندك أنفذ الحنجرة وعندك طب العيون وعندك التغذية وعندك حاليا بعد مثلا في بعض المراكز عندك أنت عيادات السكر. صحيح. موجودة عندنا وعندنا عيادات علاج الصداع. صحيح. مثلا وعيادات إن شاء الله في المستقبل بنفتح عيادات جديدة وهذا بنحاول يعني مثلا نشوف شو حاجة المجتمع وشو الأشياء المطلوبة ونركز عليها. صحيح. الهدف من هذا أن نحن نحاول قد ما نقدر نخفف الضغط على المستشفيات، وهو هذا أصلا الدور الرئيسي للخدمات الصحية الأولية، اللي هو هم المسؤولين عن الشخص عن المراجع من الألف إلى الياء. عند الحاجة إلى مثلا إلى تخصص معين هو يبعث المريض للمستشفى بخصائي أو استشاريها في هذا التخصص، يشوف شو المشكلة يعالج كذا ويرجعه للمركز الصحي الأولي. صحيح. حسب يتابع علاجه. فنحن هم نحن مسؤولين عن متابعة المريض من البداية لين إن شاء الله ما قدر. صحيح. فهني النقطة الرئيسية، إذا المركز الصحي يقدر يقدم هالخدمات ممتاز، والحمد لله مراكز صحية عندنا قادرة على تقديم هذه الخدمات بأفضل الطرق. صحيح. ودائما دكتور يعني مثل ما ذكرت يعني هو يعني نوعية الخدمة أو طبيعة الخدمة أصلا اللي تم تقديمها في المراكز الرعاية الصحية الأولية مفهومها يختلف، ونمط العلاج يختلف، العلاقة المستمرة اللي بين طبيب الأسرة وبين المريض أيضا تختلف، أنه يوم هو يصير المستشفيات الكبيرة يعني اللي هو يعني يحتاج يروح لفترة معينة ويرجع، ولكن دائما مفروض الشخص يعرف بأن طبيب العائلة هو الشخص، أو يعني أنصح التعبير اليوم لأن أنتم عادة دكتور تشتغلون الحين على البرنامج الشمولي، فهو الفريق الطبي المتكامل مفروض أنه يكون دائما على تواصل مستمر، لأن أنت ذكرت جانب مهم جدا دكتور بأن اليوم الهدف من المراكز هاي اللي هي تعزيز الـ يعني الجانب الوقائي والعلاجي ويعني نمط الحياة وهاي الأشياء اللي يحتاجها الإنسان بشكل يومي في حياته أكثر من أنه يحتاج أنه يزور طبيب استشاري في مستشفى آخر. نحن نحاول نجنبه أنه يوصل للاستشارة. صحيح. تجنيب لهذه المرحلة لهذه الوصول. أكيد. وبعد بعطيك مثلا كسيناريو معين، شخص راجع العيادة عمل فحوصات دورية وسنوية واكتشفنا أنه مثلا في خلال هذا الموضوع ضغط الدم مثلا عالي، الوزن زايد شوية، وسكر بدايات ارتفاع في السكر، بعض الفحوصات أو شوية الكوليسترول والدهون في اختلال في هالموضوع، هني نحن شو بنسوي؟ نحن ما بنقول له تعال أنت عندك كذا 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 وبحولك على المستشفى ويتابعونك هناك وننساه. صح. صح. لا، نحاول نحن نغير فيه صحة الشخص هذا قبل ما يوصل إلى مرحلة يستدعي إن نحن نبعثه المستشفى. فبنبدأ مثلا معاه أولا نعطيه تحويله إلى عيادة التغذية، وهاي التحويلات داخلية مش خارجية داخل المركز يعني داخل المركز. صحيح. فتكون فترة الموعد أقل مثلا من أنك أنت تحوله إلى المستشفى، كمثل بتحوله إلى المستشفى الموعد ممكن يتأخر أسبوعين أو ثلاثة. صحيح. ما عند المستشفيات فيها زحمة، فمثلا داخل المركز خلال نفس الأسبوع التحويلة تكون، فيشوف الطبيب التغذية يبدأ معاه برنامج تغذية وكذا وكذا وهذا إلى آخره.
نشوف انه مثلا عنده مشاكل في النظر يشتكي، تعال تحويله داخليه لعياده العيون، هذه تكون طبعا بعد في نفس الاسبوع يشوفه الطبيب العيون، تحويله داخليه مثلا لمركز السكر لعياده السكر. لكن اذا كانت بدايه سكر ما في ما يحتاج تحول على عياده السكر، طبيب الاسره هو نفسه يقدر يعالج الموضوع ويحاول انه يحسن. وبما انه هو بيروح عياده تغذيه فموضوع السكر بيعتدل، واذا اعتدل السكر بتحصل الضغط عنده بيعتدل، واذا اعتدل الضغط السكر بتحصل الكوليسترول والدهون يعتدل، هذا كله مع التغذيه وتخفيف الوزن والرياضه. صحيح. فشوف كل هذه الامور هذه استوت وين؟ في مركز الصحي، مركز الرعايه الصحيه الاوليه، ما احتاج المريض يروح المستشفى ولا يعمل اي شيء، ويمكن حتى يحتاج. ما بيحتاج يعني مستقبلا اذا استمر مع العلاج واستمر مع يعني متابعته لمواعيده مع الطبيب او مع يعني الفريق الطبي المتكامل، اصلا يمكن ما يحتاج انه يصير الى المستشفيات الاخرى ويتابع حالته بشكل مستمر في المراكز. بالضبط. وهو في نفس الوقت يقدر مثلا هو اذا المريض حاب يتابع مع طبيب معين، يقدر مثلا يتصل على اللي هو مركز الاتصال 800-342 ويسأل الطبيب الفلاني موجود في العيادة اليوم من الساعة كم للساعة كم ويراجع معه، لأن شو يصير ساعات مثلا يراجعون يتابعون العيادة ويتفاجئون إذا لا هالطبيب ما شافني آخر مرة، أبغي الطبيب الفلاني، الطبيب الفلاني كان دوام الوقت غير وكذا. فممكن هم عسب يحافظون على التوقيت أو هم المتابعة تكون من نفس الطبيب، يتواصلون مع 800-342 ويسألون عن الطبيب، هل هو موجود في العيادة في اليوم الفلاني ومن الوقت الفلاني مثل من ساعة كم لساعة كم. صحيح. بهاي طريقة المتابعة تكون أفضل. ليش؟ طبيب واحد يعرف التاريخ المرضي أو التاريخ الصحي للشخص ويعرف الماضي ماله، شو مسوي من عمليات، شو من عادات عنده، شو من تغذية عنده، شو من أمراض عنده، وكيف صارت متابعاته، وكيف صار تطور الوضع معه، وكيف وشو الهدف. ولأنه هو مع كل جلسة علاجية أو كل استشارة يكون في هدف معين، نحن الهدف مالنا انك انت توصل لكذا، الهدف مالنا نوصل لكذا، فيتم يتابع معاه شوف وصلنا للهدف، قريب نوصل للهدف ولا لا. صحيح. وهذا جانب دكتور مهم الحقيقة، يعني أنا أشوفها بأن يعني الاستمرارية في العلاج وهاي الخدمة يعني روعة الحقيقة، بأن الشخص إذا أنا كنت مثلا أتابع معاك الدكتور أحب دائما أني أتابع معاك الصراحة، وفيها كثير من الأسباب، يعني العلاقة اللي تتم بين الشخص المصاب والطبيب المعالج هي بعد فترة ما بتصبح علاقة طبيب ومريض كثر ما هي علاقة بأن فقط للاستمرار، فقط على أساس أني أنا يعني إذا صار شيء الطبيب أعرف منه اللي ألجأ له على طول أتصل فيه. واليوم الحمد لله رب العالمين هيئة الصحة وفرت يعني أساليب وطرق وبرامج ذكية مختلفة اللي من خلالها يمكن التواصل المستمر والمباشر بين الفريق الطبي المعالج وبين أيضا المريض. لو دكتور نتكلم في هذا الجانب شوي. نحن مثلا مثل ما ذكرت اللي هو الخط أو مثلا مركز الاتصال 800-342 هذه إحدى الطرق. صحيح. انك انت مثلا تتصل وتتطمن وتتاكد شخص الطبيب الفلاني او الطبيبه الفلانيه موجوده ام لا، او في نفس الوقت نحن يسالون الاطباء يقولون انتم متى موجودين، الساعه كم موجودين مثلا، هذه طريقه ثانيه. في طريقه ثالثه مثلا هو المريض او المريضه مش قادرين ان يحضرون العياده لسبب او لاخر. نعم. فممكن يحجزون موعد عن طريق التليفون بالعياده، نحن نقوم نتصل في المريض في البيت، نحن نتصل فيهم نقول انتم ماخذين موعد معانا، شو ممكن نحن كيف ممكن نخدمكم، شو من طلبات عندكم وكذا وكذا. فيقومون مثلا والله انا محتاجين ادويه، محتاجين فحوصات، عندي المشكله الفلانيه، عندي استشاره فلانيه، عندي استفسار وكذا، ونحن نحاول نحل لهم الموضوع. واذا كان موضوع ادويه نطلب لهم الادويه، اذا كان موضوع فحوصات نطلب لهم الفحوصات، حتى موضوع انه الادويه ممكن توصلهم لبيتهم. صح، مع مبادره الدوائي. نعم. فنطلب صح. لهم الادويه ونكلم الصيدليه، عندنا فلان يبغي الادويه توصل لبيته، هم الصيدليه ترتب خلال يومين ثلاثه الادويه تكون موجوده عندهم بالبيت، او هم بيمرون العياده يقول لنا احنا بنمر بناخذ الادويه وبنروح. وانت ذكرت لي العلاقه بين الطبيب او الطبيبه مع المريض او المريضه. صحيح. صار لما تصير هاي الثقة تكون علاقة ثقة إن الشخص هذا واثق من معلومات أو من خدمات الطبيب أو من العلاج الطبيب وكذا، وعارف إنه هو مرتاح له. صحيح.
مرة واحدة أو مرتين بس كذا مرة تسمع المريض لما يدخل على الطبيب يقول 50 إلى خلينا نقول كان خلينا نبالغ شوي يقول 70-80% من علاجي اللي هو علاج نفسي إنه هو نفسيا أكون أرتاح أنا مع هذا الطبيب يعني صحيح. فإذا أنا ارتحت الطبيب أولا بيصير التزام بالعلاج الأدوية إذا كان مكتوبة لأدوية بياخذها بيلتزم فيها إذا كان مثلا تغيير في نمط الحياة وكذا بيلتزم فيه إذا كان مثلا مراجعات ومتابعات العيادة بيلتزم في هاي المراجعات وفي هاي المتابعات فهاي الثقة اللي بين المريض أو المريض والطبيب هاي الثقة لازم تكون موجودة هناك إذا ما كانت موجودة بيتم الشخص أو المراجع يمر على أكثر من طبيب وطبيبة لما يحصل على الشخص اللي هو يقدر يرتاح اللي هو يرتاح له ويقدر يثق فيه. نعم دكتور نحن شكلنا اليوم ما بناخذ ولا محور من المحاور الموجود ياسين نتكلم في مواضيع ثانية طبعا في موضوع اللي مراكز الحمار اللي هي خدمات لا لا دكتور قبل لا نبدأ في هذا عندنا استفسار من أحد المستمعين يقول مركز الجوز الصحي مسكر والمواطنين في المنطقة يحتاجون إلى مركز صحي تابع للمنطقة لأن المنطقة توسعت الجوز الأولى والثانية والثالثة والرابعة إذا عندك دكتور أي مداخلة على هالموضوع وإذا لا بنحول نحن عادة نحول الاستفسارات هاي إلى الجهات المعنية وبيتم التواصل مع الشخص اللي هو آخر رقم 4-4-4-4-7 تفضل دكتور. أعتقد مركز الجوز تابع لوزارة الصحة مش الهيئة. نعم إذا مو غلطان أعتقد مركز الجوز أنا ما عندي والله معلومات أعتقد تابع للوزارة مو مشكلة إن شاء الله بنحول الاستفسار هذا للجهة المعنية في هيئة الصحة بدبي وإن شاء الله بيتواصلون على الرقم نفسه وبنعطيهم إن شاء الله الرد في الموضوع. دكتور نحن أثناء حديثنا وياك حديث شيق وجميل والخدمات أيضا رائعة الحقيقة يعني من الخدمات اللي موجودة أو العيادات اللي موجودة في المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية ولبهية الصحة أنت ذكرت مركز أو عيادة الصداع عيادة التدخين عيادة صحة المسافرين هاي بروحها كل عيادة يبالها الحقيقة حلقات للحديث عن الخدمات اللي تم تقديمها للمتعاملين فخلنا ناخذ اليوم دكتور على سبيل المثال يعني عيادة الصداع كيف آلية العيادة هاي كيف يتم يعني رحلة المتعامل وكيف يتم متابعته لأن الحقيقة تعتبر من الأمور اليوم اللي هي أمراض العصر في ناس اللي هم مصابين بالصداع النصفي والصداع العادي ففعلا يعني الخدمة هاي يعني يحتاجها شريحة كبيرة من الناس أو أفراد المجتمع عيادة الصداع هاي كانت مبادرة من عيادة الأعصاب في مستشفى راشد بشكل عام هم فاتحين بالتعاون معنا فاتحين عيادة يوم في الأسبوع عندنا فشو يصير مثلا يدخل المريض أولا عن طبيب الأسرة يعاني من صداع إذا كان صداع بين فترة وفترة زمنية ومستحمل يعني ما نشوف نحن في هاي الحالة ممكن نحن نعالج وممكن نحن نتابع معه أما إذا شفنا أن الشخص يعاني من صداع نصفي يومين ثلاث أيام مرتين ثلاث في الأسبوع وطال سنين يعاني ومؤثر على وظيفته ومؤثر على علاقاته الاجتماعية وعلى حياته الاجتماعية وما قادر يمارس أي نشاط ولا أي شيء فسواء صداع نصفي أو غيره عندنا التحويلة داخلية لعيادة صداع تقوم يعني خلال أسبوع أسبوعين يحصل المراجع الموعد الطبيب اللي يشوفه يكون أخصائي أو استشاري أعصاب معظم الأوقات يكون استشاري أعصاب ويكون الله يخلي الله يذكره بالخير ويطول بعمره أبو بكر مديني دكتور أبو بكر مديني أبو بكر نعم معظم الأوقات يكون هو الدكتور اللي يارس في العيادة فيقوم أولا أخذ التاريخ الطبي ماله ويشوف مثلا يعمل بعض الفحوصات اللازمة والتشخيص الصحيح مثلا أو الأنسب لهذه الحالة مع العلاج الحين ليش نقول أخصائي أو استشاري طب أعصاب لأنه في أدوية ممكن هم يصرفونها طبيب الأسرة ما يقدر يصرفها صحيح فيضطر هو يكون موجود وفي مثلا أدوية خاصة يعني حبوب مثلا أو بعض الإبر أو اللي هي الأسبوعية وفي بعض الإبر الشهرية ويكون التنسيق بيننا وبين الصيدلية في مستشفى راشد إني يعني يبعثون الدواء عندنا للعيادة ونحول يستلمها عندنا أو يروح المريض نفسه إلى مستشفى راشد يستلم الدواء ويعطون الإبر هناك في نفس الوقت
ويكون متابعة للمريض بشكل شهري أو كل شهرين أو كل 3 شهور حسب حدة الصداع أو شدته. صحيح. هنا. إضافة لهذه اللي هي التغذية المناسبة، وفي كذا حالات اللي هم عندهم صداع نصفي تغيرت حياتهم بتغيير نمط الغذاء. نمط الحياة الصحي والنمط الغذائي الصحي. صحيح. بالضبط بالضبط. دكتور مهدي، تخيل احنا انتهى الوقت معانا، باقي عندنا اتوقع اقل من دقيقة، وما اتوقع بنقدر يعني نعطي الموضوع حقه اللي هو يعني الموضوع اللي احنا كنا ناويين نتكلم عنه، عن الخدمات اللي هي على مدار الساعة في مركز الند الحمر الصحي. ولكن دكتور ثق تماما، ان شاء الله بنرتب معاك حلقة ثانية وبنستعرض الخدمات المتميزة هاي الحقيقة اللي تم تقديمها في من ند الحمر، اللي هي خدمات هيئة الصحة بدبي على مدار الساعة خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله دكتور مهدي. ولكن قبل أن نختم الحلقة نحب أن أيضا نسمع منك بعض النصائح اللي تحب توجهها الخاصة بيعني مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي والخدمات المميزة اللي موجودة عندكم. هو دائما ثق ان الاطباء الموجودين في المراكز الصحيه الاوليه على مقدره وعلى علم وعلى وعندهم خبرات لعلاج او لي مثلا التعامل مع معظم الحالات. وليش نقولها ليش نقول مع معظم؟ لانه اذا قلنا ما يقدر يتعامل، يعرف عند اي طبيب يبعث المريض يقول لا انت تحتاج تنشاف مع مثلا عن طريق الطبيب الفلاني او التخصص الفلاني، ويبعث ما يبعث الا تخصصات ما يحتاجها. صح. فهم لازم عندهم ثقه ان طبيب الاسره ما بيقصر معاهم ان شاء الله. نعم. ودائما نرجع للنقطه، الوقايه خير من العلاج. الطب الوقائي، نحن لازم نمارس حياه صحيه مع النظام الصحي اللي هو الرياضه والتغذيه الصحيحه عشان نتجنب الامراض ومضاعفاتها. يعطيك العافية دكتور مهدي حبيب العبودي، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. استمتعنا بالحديث معك، وإن شاء الله بنكمل الحلقات القادمة عن الخدمات اللي موجودة. كل الشكر والتقدير لك ولفريق العمل المبدع معك. الله يخليك. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، ومن خدمات هيئة الصحة بدبي المتميزة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، واتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية ومعلومات طبية مفيدة. وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. كل الشكر والتقدير لفريق العمل المبدع معاي فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت أحمد سلامة، ودائما في إخراج مخرجنا المتألق المبدع الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.